السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين النهاردة؟ بإذن الله هنعمل توك، بداية طبعا لأي مشروع مربح. التوك دي مربحة جدا يا بنات، أتمنى تجربوها إن شاء الله هتنفعكم، وكمان يعني مش مكلفة خالص. فاحنا هنحتاج معانا دواء، لو حبيتي تشتري يعني هتلاقيه عند بتاع الخردوات، هتلاقيه في أي محل خردوات. يعني انا متهيجل ان هو اسمه شامبر اتواك او اتواك زي كده. هو ممكن هتلاقي منها اللي هو الحديد او الصاج، وهتلاقي منها البلاستيك اللي زي ده. هنحتاج هنا مقص، وهنحتاج ولاعة، وهنحتاج بكرة ستان. طبعا انت الاتواك اللي انت هتعمليها باي لون تفضليه، يعني الستان ده براحتك. وكمان هنبقى نعمله بكذا شكل تاني، يعني ممكن هنعمل اطواق ان شاء الله بستان، وهنعمل اطواق دلوقتي احنا هنعملها بورق الفوم، وهنعملها بالستان العريض، وهنعملها باشكال مختلفة ان شاء الله. تابعونا وباذن الله هتستفيدوا من الفيديوهات اللي احنا بنقدمها لكم. على عموم الفيديو ده انا عاملاه مع جروب المشاليل مفيش مستحيل، فانا حبيت اقدم لكم الفكره دي، منها تستفيدوا ان انتوا تفتحوا كمشروع مربح، ومنها برده قدمت حاجه معايا. تعالوا نبدا مع بعض كده. هو انا معايا هنا الطوق، وهاخد كده. طبعا هنحتاج مسدس الشمع، هنجيب طرف الستان كده يا بنات، ماشي زي ما انتوا شايفين معايا كده. هجيب من على الطرف كده وهحط نقطه شمع كده، هي حبة قليل بس هي نزلت معايا كتير عشان المسدس من بدري حطه. وهبتدي ألزجها كده بالشكل اللي انتوا شايفين ده. أهم حاجة أحاول ما خليش الشمع باين برا الطوق طبعا، عشان ده ما يبقاش عيب من عيوب الطوق اللي انت هتصنعيه. هلف كده زي ما انتوا شايفين معايا، ممكن انت لو عارفه انا كنت اما اعمله بمتر من البتاع ده من الستاية. يعني انا جربت المشروع ده والله العظيم يا بنات كان مربح يعني 100%. انا بس مش عايزه اقيس واعمل، لان ممكن الف قليل ممكن الف كتير. فانا ايه مفضل ان انت لما تيجي تعمل الطوق معايا تعمليه وانت شغاله بالبكره كده، بس بتحطي فيها دبوس. طبعا زي ما انتوا شايفين، ولازم تضغطي على الستان وانت متلفيه كده يا حبايبي بالشكل ده كده، عشان ما يفكش بسرعه. طبعا لو انت لسه مبتدا وانا لسه مبتدا ما كنتش اما الف على طول، يعني غير مثلا ممكن احط من هنا نقطه ومن هنا نقطه، بس في اثناء اللف يعني مثلا لو لقيته حاسه ان انا ايديا تعبتني وهيفك معايا فكنت بعمل كده. طبعا زي ما انتوا شايفين معايا كده هلفه وهرجع له. انا لفيتها زي ما انتوا شايفين معايا بالشكل ده كده. مش اهم حاجه وانت متلف الستان لازم تحبك عليه عشان يبقى معاك بالشكل ده. لو انت ما حبكتش عليه من البدايه هيفك معاك والتوك مش هيبقى ليه لازمه، فانت تكون حريصه ان انت تشدي وانت اما تعملي كده اهو اما تلفيه تمام كده. واتمنى كمان تروحوا تشوفوا المشاليل، هما كمان عاملين لكم اعمال يدويه جميله جدا وهتستفادوا منها جدا. طبعا انا هحط هنا شمع، وهقص الحته الزياده كده، هقصها وارجع لكم. اتنين طبعا انا عملتها زي ما انتم شايفين معايا بالشمع. طبعا مش هينفع ان انا اسيب التوب بالمنظر ده، فهعمل ايه؟ طبعا هجيب الولاعه بتاعتي كده ماشي، وهولع كده وهحاول ان انا ايه اقفل بايدي كده. بص زي ما انتوا شايفين معايا كده، طبعا هو مش هيبان خلي بالك. وهجيب الطرف التاني ده برضو
يعني ممكن انت كمان تعملي لأولادك في البيت بكذا شكل يختلف، هتستفيدي برضه بدل ما تشتري توك ب5 جنيه ولا ب10 جنيه، تعمله لهم في البيت ومش مكلف. يعني بتهيأ لي التوك هيتجوزي عليك جملته 2 جنيه حاجة زي كده، لأن ده رخيص خالص. طبعا معانا الفوم هنعمل أي شكل انتوا عايزينه، ممكن أعمل على شكل فيونكة، يعني هعمل معاكم بالشكل ده كده. طب هقصها وارجع لكم، هقصها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وعلى شكل فيونكتين، تمام كده. وبعد كده هجيب الشمع واروح حاطه كده واروح لازقه، واجيب هنا كمان واروح لازق كده، وهعمل التانية بنفس الطريقة وهرجع لكم. طبعا انا زقت الفيونكات يا حبايبي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، هحطهم دلوقتي فوق بعض وبعد كده هلزق عليهم الخرزة دي وارجع لكم. طبعا زي ما انتوا شايفين معايا الفيونكة شكلها عامل ازاي، حلوة خالص يعني بصراحة روعة. بعد كده هلزقها كده من على الجنب برضو بشمع، بالشكل ده كده طبعا، ولازم اضغط عليها شوية علشان تمسك. بحتة من المناديل اللي هي بتاع جهاز الشمع هنقص حتة صغيرة زي كده وهنلزقها هنا بالشمع. طبعا تخلي بالك عشان الشمع ما يكون سخن، ممكن يعني يسبب حرق وكده. هيبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنحاول ننضفه كده. رايكم بقى في شكله؟ طبعا مش مكلف، وتقدر ان انت تفتحي بيه مشروع وتبدأ بيه مشروع. بصراحة انا كنت عملت بيه مشروع يعني قبل كده هو، بس دلوقتي وقفت المشروع عشان ابني محتاج لرعاية لما سنه صغير، يعني مش هينفع ان انا اشتغل الشغل ده دلوقتي. طبعا لانه ما ياخد مني وقت كتير. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، يا ريت تروحوا تشوفوا اصحاب المشاريع، هم كمان عاملين لكم فيديوهات جميله وممتعه جدا. نتمنى لكم مشاهده طيبه ممتعه باذن الله، وانتظرونا في فيديوهات جديده مع المشاريع مفيش مستحيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.